مساك الله بالخير. بعيدا عن العواطف ونظريات المؤامرة، ما هي مشكلة الإسلاميون والحكم؟ هل هي بسبب ترصد الخصوم من علمانيين وليبراليين ومحاولاتهم المستميتة إفشال الإسلاميين للوصول إلى الحكم؟ أم أن المشكلة الأكبر تكمن داخل الجماعات الإسلامية؟ هل الإشكالية في شعار الإسلام هو الحل؟ أم في طريقة تطبيق الإسلاميين لهذا الشعار؟ الإسلاميون والحكم موضوع حلقتنا الليلة مع النفيسي. في البداية أرحب بالدكتور عبد الله النفيسي. مساء الخير دكتور. مساء الخير عمار، هلا حياك الله. دكتور، موضوع الإسلاميين والحكم بكل تأكيد هو موضوع شغل حيز وبال كثير من سواء الباحثين سواء من المتابعين حتى رجل الشارع البسيط. احنا ان شاء الله راح نتوقف في هذه الليلة ونتكلم اكثر على موضوع إشكالية الإسلاميين والحكم، لكن اذا نبي نرجع الى جذور هذه المشكلة، كيف نشأت هذه المشكلة، نشوء إشكالية الإسلاميين وعلاقتهم مع الحكم؟ الإسلاميين كأي طيف من أطياف هذه الأمة عاشوا 400 سنة تحت دولة يعني باسم الإسلام اللي هي الدولة العثمانية. ابن عن جد توارثوا هذا الإحساس بأنه الدولة تمثل الإسلام. فنحن نبي نقول أن نشوء هذا نشوء المشكلة اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقة يعود إلى الدولة العثمانية. لها علاقة مسيسة. أو لها علاقة أساسية في موضوع الدولة العثمانية. الدولة العثمانية. شلون؟ بس لازم نرجع للخلفية مالتها حتى نفهمها. الدولة العثمانية حكمت العالم العربي من نواكشوت إلى الكويت لمدة 400 سنة تقريبا. كانوا الأتراك العثمانيين يعني يتحكمون في المنطقة، وكانوا صارمين في هذا الموضوع إلى درجة أنك أنت تمشي من موريتانيا إلى الخليج ماكو مخفر واحد، أمان، دولة واحدة، سلطة واحدة، وسلطة تخوف حتى الغرب لأنه وصلوا إلى من قوتها وصلوا إلى النمسا، وصلوا إلى جنوب باريس بواتيه، شيء مخيف يعني. عندهم جيش عرمرم، عندهم شعب قوي من الجنس يعني القوي، وهذه القوة أزعجت كثير ألمانيا وأزعجت بريطانيا وأزعجت فرنسا. تنامي قوتهم، تنامي القوة مالت العثمانيين، فبدأوا يحيكون المؤامرات ضد الدولة العثمانية. من جانب آخر كان في اضطهاد قوي لليهود في أوروبا، اضطهاد في كل مكان يعني. تكلمنا احنا عن في حلقة سابقة عن ان في دول يعني كانت تعذب اليهود، وفي دول كانت تبتز اليهود، وفي دول كانت تطرد اليهود وتطالبهم بالهجرة الى الخارج، منهم انجلترا ايام هنري الثالث، تذكر في الحلقات السابقة في الصندوق. وألمانيا كانت تضطهد اليهود، النمسا كانت تضطهد اليهود، في إسبانيا كان في اضطهاد لليهود. فكانوا اليهود يسمون المشكلة هذه المسألة اليهودية، يعني the Jewish question. فهم شلون الحل، شو نسوي؟ فرئيس الحركة الصهيونية هرتزل قال أحسن شيء إن إحنا يعني ندور لنا وطن بديل يعني. ففكروا في الأرجنتين، حتى فكروا في أوغندا، فكروا بليبيا كبدائل يعني، خلونا نطلع من أوروبا هذه ونروح حق هالأقطار هذه ونجعلها يعني وطننا القومي.
الإنجليز سحبوهم سحبة إلى أن أقنعوهم بأن فلسطين أحسن، أنتوا تقدرون يعني تسوقون دولة، تسوقون الفكرة هناك بعد ديني، أي بعد ديني وتاريخ وهيكل سليمان، ترى الإنجليز وراء الإنجليز هذيلا، فتش عن الإنجليز، تعرف شلون تفسر ال والفرنسيين يقولون شيرشي لا فام، يعني ابحث عن المرأة تقدر تعرف شنو اللي جاري عند لوي. أنا أقول فتش عن الإنجليز تعرف، فتش عن الثعلب، فتش عن الثعلب الإنجليزي. فأقنعوا الإنجليز، أقنعوا الحركة الصهيونية أنه خلوا من الأرجنتين أو أوغندا ليبيا ما شنو، ركزوا على فلسطين. فلسطين في ذيك الساعة من خاضع حق للدولة العثمانية هي اللي كانت تحكم فلسطين. قالوا أحسن شيء نلتقي بالخليفة عبد الحميد الثاني نكلمه في موضوع فلسطين، إنه يسمح لنا إن إحنا نرتب هجرة لليهود من أوروبا، ألمانيا، بريطانيا، النمسا، إسبانيا إلى فلسطين الخاضع على السلطة العثمانية. إحنا قاعد نتكلم تقريبا إحنا في أي سنة؟ يعني هي من يعني مطلع القرن، مطلع القرن يعني يعني مطلع القرن، نهايات التاسع عشر، مطلع القرن الماضي مو 21 يعني. وقتها كانت لا زالت الدولة العثمانية في أوجها وقوتها. مو في أوجها، لا مو في أوجها، بس كانت مسيطرة على بداية الانتكاس الانتكاس. اي نعم، لذلك يسمونها الرجل المريض في أوروبا، رجل قاعد يكحكح ومريض آخر أيام، آخر أيامه. طيب، فحاول هرتزل يرتب لقاء مع سلطان عبد الحميد، سلطان عبد الحميد، وبوساطة ألمانية استطاع أن يلتقي بالسلطان عبد الحميد، وقال له الآتي، قال له احنا مضطهدين في أوروبا، نبي نرتب يعني هجرة إلى فلسطين، فلسطين خاضعة لكم، نطلب من يعني يعني فخامتكم ومعاليكم أن يعني تيسرون دخول اليهود إلى فلسطين. فأجاب عبد الحميد الثاني إجابة حتى الآن الناس يذكرونها، إنه فلسطين ليست ملكي، هي ملك الأمة الإسلامية، هي وقف للأمة الإسلامية، وأنا ما 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 يعني يمكن أبدا أني أسمح بهذا الموضوع اللي وراءه ما وراءه، يعني الهجرة شنو الهدف منها، في أشياء كثيرة. فقال له إحنا على علم، هرتزل يقول له إحنا على علم بأن أنتوا ديون الدولة العثمانية عظيمة والحالة الاقتصادية مو زينة، إحنا مستعدين اليهود في العالم يتحملون ديونكم ويشترونها ويسددونها ويتعافى الاقتصاد في الدولة العثمانية. وكرر عليها عبد الحميد الثاني نفس الجواب، نفس الجواب. طلع وهو زعلان وايد هرتزل، فاتصل بمن؟ هذه طبعا في الكتب، أحد واحد ممكن واحد يسألني من المشاهدين شلون عرفت؟ كتب يا أخي اقرأ. فاتصل هرتزل بزعيم الجالية اليهودية في تركيا اللي هو حاخام كبير معروف اسمه شبتاي زيفي، شبتاي زيفي، شبتاي زيفي، هذا كان مستقر في سالونيك اللي هي ولاية تركية، منطقة في تركيا اسمها سالونيك، وكان أتباعه هناك كثر، وكان يحثهم على جمع التبرعات حق الهجرة إلى فلسطين والاستعداد للهجرة إلى فلسطين وكذا وكذا وكذا. هذا الحاخام، هذا شبتاي زيفي، وبدأ يبشر وصار شعبية يعني عند اليهود في أنحاء العالم. فكان يزور ألمانيا ويزور بريطانيا ويزور ويزور مني ومنك لحشد التأييد لفكرة الوطن القومي، وكان ينسق مع هرتزل
هيرتشل كان ما يقدر يستغني عنه. ليش؟ لأنه مصدر معلومات عن الدولة العثمانية، لأنه مستقر داخل قاعد هناك، قاعد هناك بطن الدولة العثمانية، فيعرف شكو ماكو في الدولة العثمانية. كان يزود الحركة الصهيونية بأن اليوم صار كذا بالقصر، قصر يلدز، يلدز هذا قصر اللي ساكن فيه عبد الحميد الثاني، يلدز هذا قصر مشهور كان سكن. فكان يزود هيرتشل بالتطورات. طبعا اليهود فنانين في العمل السياسي. تذكر في الحلقات مالت الصندوق الأسود تكلمنا عن الهيدن جوز، اليهود الأخفياء اللي يخفون هويتهم الحقيقية خوفا من بطش المسيحيين. بس في تركيا نفس الحالة، في ناس من يهود تركيا أعلنوا إسلامهم، هم مو مسلمين بس أعلنوا إسلامهم خوفا من الدولة العثمانية، مو بس خوفا، حتى يدخلون إلى النسيج الاجتماعي ويعرفون كل تفاصيل كذا، ويتآمرون على تفكيك المسلمين داخل تركيا. فكان في هيدن جوز في تركيا، في تركيا أعلنوا إسلامهم. هذه قصة الهيدن جوز، في كتب ودراسات كتبت عنهم في أنحاء العالم، مو بس في إنجلترا أو تركيا، حتى في المكسيك، حتى في ألبانيا، حتى في كان في هيدن جوز، يهود يتحولون المسيحية، يهود يتحولون إلى الإسلام. فالهيدن جوز هؤلاء بقيادة شابتاي زيفي اتصلوا بمجموعة ضباط بالجيش العثماني، مجموعة ضباط بالجيش العثماني، ومن ضمنهم مصطفى كمال أتاتورك، اللي بيسمونه أتاتورك، أنا ما أسميه أتاتورك لأن أتاتورك يعني أبو الأتراك، هو مو أبو الأتراك بس هذا الاسم اللي اشتهر عليه، إيه اللي هو أشهره يعني، فهم شون؟ بس هو أنا أسميه مصطفى كمال. مصطفى كمال كان ضابط في الجيش العثماني اللي تابع لعبد الحميد الثاني، وكان له شعبية بين الضباط. وهناك من يقول، هناك من يقول بأن مصطفى كمال هذا من الهيدن جوز، من اليهود الأخفياء اللي تحول إلى الإسلام بغية اللعب بالموضوع الانقلاب اللي بيسويه. في دراسات تقول هكذا، أنا ما أستطيع أجزم في الموضوع هذا، بس يقال بأن مصطفى كمال من يهود الدونما، يسمونها دونما، دونما يعني اللي ما يعرف دينه شنو، يعني في 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 ترك هاي كلمة تركية، دونما يعني المتأرجح، عرفت شلون؟ لما يقول لك فلان دونما يعني مو متمسك بإسلامه، يعني غير مستقر، غير مستقر فيك. حتى الآن استخدم كلمة كويتية. صح، بارك الله فيك، أنا بقيت استخدمها بعدين أول. أنا قلت خلاص استبق. إيه بارك الله فيك، زين سويت. شو؟ فاتصلوا شبتاي زيفي، وهذا كله موجود في الكتب يعني، مو من عندي يعني السوالف هذه، وإنه يا مصطفى كمال لازم نسوي انقلاب على عبد الحميد الثاني. ما يصير هاي الدولة تستمر كلها فساد وكلها كذا وكلها كذا وكذا. استعد مصطفى كمال للانقلاب، أنا سووا جمعية اسمها جمعية الاتحاد والترقي، واشتغلوا على نحن أتراك ما نشغل بالإسلام، إحنا قومية طورانية ما نشغل بالدين، لا 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 لا، وإنه الخلافة هذه عفى عليها الزمن، إلى 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 أن انهارت من الداخل، من الداخل الدولة العثمانية انهارت من الداخل، أظن 1923 1924. بس هني نفتح قوس بس سريع، نقدر نقول أن انهيار الدولة العثمانية كان بتخطيط يهودي، بتخطيط يهودي جدا واضح، ودعم طبعا دعم ألماني، إنجليزي،
نمساوي فرنسي، لأن كلهم كانوا متأذين من الدولة العثمانية. ولذلك احنا قصوا علينا الإنجليز. شلون يعني قصوا علينا؟ خلونا نحس بأن الأتراك هذيلة قومية طورانية وإحنا قومية عربية. منو اللي أسس الجامعة العربية؟ ترى الإنجليز مو العرب. الجامعة العربية هذه اللي الحين موجودة في القاهرة، اللي أمين عامها أبو الغيط، هذه مؤسسة بريطانية إنجليزية تأسيسها. أوه يا الإنجليز هم اللي قالوا حق العرب أنتوا عرب، أنتوا أهل المجد، وأنتوا، وقاموا ينفخون بالعرب، ضربوا على الوتر القوم، على الوتر القوم، لين صدقوا العرب، صدقوا العرب، وقاموا يسوون يعني حركات ضد أي شيء ديني، أي شيء إسلامي. إحنا لا، العروبة أهم شيء، العروبة أهم شيء. ولذلك الإنجليز استطاعوا أن 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 يضمنوا سقوط الدولة العثمانية بمعونة اليهود في الداخل، بزعامة شبتاي زيفي اللي بالنهاية ادعى النبوة. ترى شبتاي زيفي ادعى النبوة، قال أنا الله قاعد يقول لي، يقول حق اليهود، ترى اليهود مو كلهم أغنياء يا عمار، اليهود فيهم عمال تلفانين دايخين يعني من الفقر في تركيا، كانوا مثل اللي بالعراق، كانوا في أغنياء صج وفي فقراء، بس في فقراء وايد يعني، فكانوا يصدقون هال خصوصا إذا تيهم من باب الدين، من باب الدين سهل الوصول إلى بسطاء. فقال لهم شبتاي زيفي أنا الله يكلمني دائما يقول لي فلسطين فلسطين فلسطين، العام القادم في أورشليم، العام القادم في أورشليم. لذلك اليهود الآن كله يكررون العام القادم في أورشليم، يعني أول قبل تأسيس إسرائيل. فهمت؟ anyhow صار هذا السقوط للدولة العثمانية. الدولة العثمانية بدأوا العرب يحسون بأن إحنا خسرنا، ما ربحنا شيء. هذه الدول القيانات الصغيرة اللي سووها الإنجليز مني ومنك ورفعوا أعلام، ما تتمتع بقوة الأتراك وقوة العثمانيين وقوة، صار نوع من الحنين للدولة العثمانية اللي كانت تحمي بيضة الإسلام وقوة الإسلام ومجد الإسلام، اللي كانت تهدد الغرب. الآن الغرب يهددنا، صار في موجة ردة فعل لسقوط الدولة العثمانية بعد ما شافوا الكيانات تقسمت، شلون تقسمت وشلون ضعفت، صرنا مثل الذبيحة. ذبيحة يشققها الإنجليز والفرنسيين، هاك انت فلسطين، هاك انت العراق، هاك انت سوريا، هاك انت، واللي ياخذ بيت لحم، واللي ياخذ فخذ، واللي ياخذ ايد، واللي ياخذ راس، عرفت شلون؟ وقس على ذلك. فحسوا العرب والمسلمين بالإهانة التاريخية. سقطت 1923، 28 عقبها بخمس سنين تأسست جماعة الإخوان المسلمين، كردة فعل. ها احنا بنربط ايه سخط حسب كلامك إيه؟ سخط الشعوب نعم، على انهيار الدولة العثمانية إيه؟ اللي كانت تمثل في ذلك الوقت بيضة الإسلام، بأنها دولة إسلامية. نعم. سقوطها نعم هو اللي كان نابع والهوان اللي شعروا فيه الشعوب العربية في ذلك الوقت هو اللي كان نابع في 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 خلينا نقول في فكر الشيخ حسن البنا. بالضبط وطرح فكرة تأسيس الجماعة. طبعا انت لما طرح فكرة شنو؟ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. انت لما تقرأ مذكرات الدعوة والداعية حق الإمام حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية هذه مذكراته، تحس بأن الريال يعني محروق، شايل هم انه شو هو كان بالإسماعيلية، تأسست بالإسماعيلية، والإسماعيلية منطقة تواجد للجيش البريطاني، وبالويكند يصير يعني بلاوي بالويكند،
بالخمارات مالت الإسماعيلية والساقطات والغانيات الإنجليز والكذا والعربدة مالت الجنود الإنجليز مع أهل الإسماعيلية، يعني يشربون ويسكرون ويطقون المصري وهو يمشي بالشارع، ويعتدون على واحدة ماشية بطريقها مصرية يعتدون عليها يطقونها سكارة، ويحسون أنهم ما يحكمون العالم. فشاف حسن البنا المناظر هذه كلها، شافها بعيونه، فأول أسس جمعية لحماية الأخلاق في الإسماعيلية، يعني أنه هاي مسألة خلقية ولازم إحنا ندافع عن أخلاقنا وعن كذا، ومحاربة الرذيلة ومحاربة الخمور ومحاربة، سوى جمعية صغيرة بين الطلبة وهذا. بس بعدين لا لا، حسبي أن المسألة كانت تتوسع، يا إن المسألة تنطبق على القاهرة وتنطبق على مصر كلها، وال 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 والقصر يدعم الشيء هذا، والسفارة البريطانية تدعم، عرفت شلون؟ فبدأت الفكرة. فجمع أحمد السكري واللي معاه، فهم شلون، وأسسوا جماعة قالوا إحنا اسمنا الأخوان المسلمين، إحنا اسمنا الأخوان المسلمين. كانوا محدودين الحركة بالأول 28 و29، لكن بعدين لا، لما انتقل البنا إلى القاهرة في أعتقد دار العلوم بدأ يعني يتوسع وانتشر. طبعا القاهرة كانت يعني حاضنة يعني كبيرة للحركة وقتها، إلى درجة أن البي بي سي، مو البي بي سي، المخابرات البريطانية سووا دراسة عن الأخوان المسلمين بس تحت جناح البي بي سي، يعني باسم البي بي سي. طبعا ما يوقف بالشارع ويقول أنا مخابرات بريطانية، لا، يعني واحد اسمه جيمس هيورث دون DUNNE، هذا كان يشتغل بالمخابرات البريطانية، فرتب دراسة عن الأخوان المسلمين في القاهرة. يقول هذا، طبعا الدراسة صدرت في نهاية الأربعينيات، يعني يقول جيمس هيورث دون أنه ما بين كل ثلاثة يمشون بالشارع في القاهرة واحد منهم أخوان مسلمين. تخيل، يعني ثلث مدينة القاهرة كانوا من الأخوان. من الأخوان، هذا دليل على سرعة انتشار، سرعة انتشار الجماعة. ليش؟ لأن البنا رحمة الله عليه كان يتنقل، يعني يتنقل عبر الأقاليم وعبر القرى والنجوع، من الإسكندرية إلى تحت صوب الحدود مع السودان، كومومبو ما كومومبو، المناطق هذه اللي هي تحت أسوان يعني. فكان الرجل طاقة غريبة، طاقة غريبة، ولذلك تم اغتياله، لأن يعني في زمن قصير استطاع أن يحقق هذا الانتشار. ومن هنا يعني صارت المسألة هذه مشكلة. أي مسألة تحديدا؟ مسألة النمو الجماعة السريع، السريع هذا مشكلة قد تتكرر في بلدان أخرى، وقد حصل هذا، حصل في سوريا وحصل في الأردن، في السودان، في السودان وكذا. فهي مشكلة، مشكلة بالنسبة لبريطانيا اللي كانت يعني تحكم وقتها، اللي هي بالعشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات كانت تحكم بريطانيا، وبالنسبة للأنظمة الصغيرة هذه التافهة يعني هنا وهناك. نعم. طيب، فإحنا الحين قاعد نقول أن بعد اغتيال الشيخ حسن البنا والتنامي فكر جماعة الإخوان المسلمين، اللي هو تذكرت أنه هو كان نابع من الإحساس بالاضطهاد بعد انهيار الدولة العثمانية، بعدها شنو صار وضع الإسلاميين في مصر بشكل عام، بما ان احنا قاعد نتكلم الحين عن 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 موضوعنا الاساسي اللي هو الاسلاميين والحكم؟ نعم، هو طبعا اغتيل ب 12 فبراير 1949، وثبت يعني من قرائن كثيره بان
الإنجليز والقصر كان وراء الاغتيال. الاغتيال، لأن يعني الإنجليز تضايقوا من يعني هذه الشعبية وهذه، وكان بيرشح بعد نفسه للمجلس النواب، والقصر تضايق لأن يعني خطباء الإخوان، خطباء الإخوان مو البنة، خطباء الإخوان كانوا دائما يتهمون الملك بالفساد ويتهمون في المساجد، لأن صار صوت الإخوان عالي عالي وايد. فيعني القصر كان متضايق والإنجليز كانوا متضايقين لأسباب خاصة فيهم يعني. فتم القرار باغتيال البنا لسبب أنه في السابق من فترة قصيرة الإخوان اتهموا باغتيال يعني النقراشي واغتيال الخازندار قاضي وكذا وكذا، يعني شاركوا في عنف. كان عندهم مجموعة في الإخوان تمردوا على البنة اللي هم كانوا يعرفون بالجناح العسكري، الجناح الخاص، الجناح الخاص، النظام الخاص. وهؤلاء لا يمثلون الإخوان، إنما يمثلون فئة فعلا من الإخوان. عبد الرحمن السندي ومصطفى مشهور ومجموعة يعني من الإخوان اللي عندهم ميل إلى العنف. فللأسف أنه أعمالهم، أعمال النظام الخاص، تحملتها الجماعة ككل. لذلك هم لما اغتالوا النقراشي واغتالوا الخازندار وأيضا حوادث أخرى، قالوا لا، لابد من اغتيال الكذا. والبنا كان محتار فيهم النظام الخاص، شلون 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 يعني ما كان قادر يسيطر عليهم، ما كان قادر يسيطر عليهم. وهذه أثبت الكتب يعني والدراسات حتى الاستخبارية يعني. وأنا أعتقد أن الدراسات الاستخبارية أهم بكثيرين من الكتب، من الكتب الشائعة بين الناس يعني. لأن المخابرات دائما تكتب التقارير الخاصة فيها فتحرص على الدقة، بينما اللي يكتب كتاب من برا ممكن يأثر هواء الخاص، يمكن هواء الخاص، بس لا، الدراسات الاستخبارية يعني بالملي يعني يقايسون المعلومة. فتقول الدراسات الاستخبارية بأن لا، القصر كان مضايق من البنة والإنجليز كانوا مضايقين من البنة، تم اغتياله بسبب تجاوز النظام الخاص على سلطة البنة على الجماعة. ومشهور كلامه أنه هؤلاء ليسوا أخوان، أن أخوان الشياطين، يتكلم عن النظام الخاص، الشيخ حسن البنة. الشيخ حسن البنة بعد ما اغتيل البنا 49، الاخوان كانوا يبحثون عن بديل يصير يعني مسؤول عن الجماعه. بعد فتره وتردد يعني اختاروا حسن الهضيبي رحمه الله عليه، القاضي. واعتقد هذه اكبر خطيئه تاريخيه يعني اخطاتها الجماعه، لانه القاضي يتعامل عمار مع ملفات يعني، ملفات قضية يعني، والقاضي لا يلتقي بالجماهير ويخطب فيها مثل ما كان البنا. القاضي ما يتصل بأحزاب سياسية، لأن يعني القاضي مهمته أن القاضي ما يروح للمجالس العامة حتى يحافظ على هيبته وترك مسافة وتساوية مع الجميع. فشلون واحد قاضي يرأس جماعة سياسية مليونية اللي هي تحتاج إلى زعيم سياسي يعني، والبنا كان زعيم سياسي. فللأسف لما استقر الأمر رحمة الله عليه الهضيبي يعني. بس نفتح أيضا قوس سريع معاك دكتور حتى نفهم المشكلة، لأنه إن صح التعبير الانتكاسة في ملف الإسلاميين والحكم بدأت في مرحلة ما بعد الشيخ حسن البنا. والبداية كانت في موضوع اختيار القاضي حسن الهضيبي. لا. تفسير
ليش وقع الاختيار على حسن الهضيبي؟ يعني جماعة اللي أسسها فكريا حسن البنا، يعني هو أسس جماعة فكرية في المرتبة الأولى. كيف في أول اختبار في اختيار المرشد سقطوا في هذا الاختبار؟ يعني هو الـ 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 الحالة هذه اللي عاشتها الجماعة بعد اغتيال المرحوم بإذن الله حسن البنا إلى وصولها إلى تعيين أو اختيار الهضيبي، هاي مرحلة للحين يعني أنا أشوفها غامضة بين ما يقول الإخوان وبين ما تقول المخابرات. الإخوان يقولون بأن هذا الرجل كان على اتصال بالبنا شخصيا، وكان البنا يوصي دائما به أنه يعني إن شاء الله يعني هذا الرجل يحتل عندكم يعني محل التقدير إلى آخره، فهذه حملت على أساس أنه البنا نفسه يرشحه لخلافته. لكن الكلام المخابرات لا، كلام المخابرات كان يقول بأنه النظام الخاص كان يريد يعني سندي اللي هو عبد الرحمن السندي ومجموعته، كانوا يريدون مرشد ضعيف يقدرون يعني سيطرون عليه مو هو يسيطر عليهم، لأنه كان في ناس مرشحين يعني حسن عشماوي أحد المرشحين للموضوع هذا وآخرين ما يحضرني أساميهم الحين، بس كانوا مرشحين لأنه يعني يكونون محل. لكن أكو قوة غريبة صارت داخل الهيئة التأسيسية للإخوان كانت تشير إلى الهضيبي على أساس أنه رجل يعني عازف عن الزعامة وعازف عن المناكفات السياسية، فممكن يكون البديل الناجح للشيخ حسن. إيه، بينما الزعامة السياسية تتطلب واحد يعني مو عازف، بالعكس يعني سياسي يعني السياسة أنه هذا يقفز على الفرصة ويخطب في الناس ويحرك الجماهير ويدخل بالشارع. الهضيبي لا، الهضيبي قاضي ما يخرج منه. استغل هذا الأمر من وعاد الضباط اللي بيسمونهم الضباط الأحرار، ضباط محمد نجيب وجمال عبد الناصر وصلاح سالم حسين الشافعي وخالد محي الدين زكريا محي الدين، مجموعة هذه كبيرة يعني يمكن 14 شخص. فاستغلت هذا الضعف من الهضيبي وطلبوا منه أنه يعني أنه يعني يحول الجماعة إلى يعني رديف للثورة، للانقلاب مو الثورة، رديف للانقلاب 52. طبعا الهضيبي ما عنده الحس السياسي رحمة الله عليه، عنده يعني الحس الحقوقي والأمني إلى آخره، بس السياسي لا. ولذلك بدأ يتحاور معهم على أساس في شيء من السذاجة كانت يعني السياسية يعني عبد الناصر زاره في بيته للتفاوض معاه على الموضوع هذا، موضوع انه يبي الاخوان كلهم تكون حاضنه للثوره. ايوه، تكون عند الشعب وياه، والشعب وياه هم يمثلون قطاع واسع من الشعب. بالضبط. فيعني للاسف الهضيبي رحمه الله عليه كان يطلب منه بالمقابل اشياء بسيطه يعني، وفي نفس الوقت انا اشوفها ساذجه يعني، اللي هي ليش ما تفرضون انتم الضباط الاحرار الحجاب في القاهره في عري وفي كذا، ليش ما تسكون الخمارات، ليش ما هذا رجل عسكري، عبد الناصر رجل عسكري كان عنده سيناريو لثلاث قضايا، كان يبي جلاء الإنجليز من قاعدة القنال الجيش الإنجليزي،
كان يبي إصلاح زراعي، إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين، وكان يبي إعادة بناء الجيش لأن الجيش كان فاسد أيام الملكية، أيام الملكية يبي إعادة بناءه واستيراد سلاح جديد. فمستعيل هذه قضايا إصلاح زراعي وشنو قلنا الأول، إصلاح زراعي إجلاء الإنجليز، إجلاء الإنجليز من القناة، وإصلاح زراعي وإعادة بناء الجيش. هاي قضايا يعني شاغلة مخه وشاغلة مخ الضباط الأحرار، مو مهتم حق موضوع الحجاب، مو مهتم بموضوع الحجاب لأن الموضوع هذا يأتي تلقائيا حسب كلام يعني عبد الناصر، يأتي تلقائيا بعدين لما احنا نصلح الأمور، بس خلينا نخلص من الإنجليز، خلينا نعيد. ف يعني تعرف الهضيبي شخص رحمة الله عليه عنيد وغير متفاوض، ما يحسن التفاوض، غير مرن. إيه الكلام هذا حصل في بيت مو الخميني، مو الهضيبي، كان في بيت واحد من الأخوان يشتغل بالجامعة العربية اسمه صالح أبو رقيق، صالح أبو رقيق على غدا جمعهم مع عبد الناصر. فصالح أبو رقيق يذكر في مذكراته إن يعني للأسف حوارنا مع عبد الناصر ما كان مستوى يعني جماعة بضخامة الأخوان المسلمين. هو كان يتكلم عن قضايا رئيسية تتعلق في مصر طبعاً. والشيخ والهضيبي قاعد يتكلم عن حجاب وخمر خمر وما خمر، يعني ماكو تكافؤ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكفاءة السياسية. ولذلك من لحظتها بدأت المشادة بين عبد الناصر والأخوان. يعني بس بما نحن فتحنا هذا الموضوع قد ما يكون لا علاقة بشكل مباشر في موضوع حلقتنا الليلة، لكن الكلام عن أن عبد الناصر أساسا هو كان من جماعة الأخوان المسلمين وبايع يا عبد الناصر، هذا الكلام صحيح؟ إيه لا صحيح، ما في كلام أنه صحيح وبايع.